أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن بصير بالعباد. فأعطاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب خير لك
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. السلام.